ربي مدد في عمرك الكروي يا أرجنتيني، ربي مدد في أنفاسك الكروية يا ميسي، بعدك أنت الكرة تتيتم يا ليو. Take me in smoke, breathe in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start looking as a lost control of this paradise with Fred, there's out the Dean, Scott, McTominay. رقم 6 بول بوجبا، 14 لينغارد، رقم 10 راشفورد في الخط الأمامي لبرشلونة. كرة خطيرة وفرصة أولى لفريق مانشستر يونايتد عن طريق لينغارد. سولسكاير إلى سيناريو مباراة باريس سان جيرمان، الهدف مطلوب والكرة، الهدف مطلوب وقريب من مانشستر يونايتد. يمشي بالكرة مانشستر يونايتد، عنده كرة بداية ولا أروع من فريق اليونايتد، والكرة تتهيأ مرة أخرى عن طريق بول بوجبا. بوجبا يطول كرة، ضربة مرمى للألمان تير شتيغن. ميسي كرة في الانطلاق، يمشي كرة البيستولير ولويس، لويس سواريز من أجل أهدافه في دوري الأبطال في هذه النسخة هذا السيزون. عام 81 في اليوفا كاب كان بطل ألمانيا اسمه إف سي كولن، وعام 84 لعبت له مرة أخرى من ميتس، بينما هنا كرة خطيرة وفرصة قريبة لفريق مانشستر. وارتباك، ماذا يحدث للبارسا؟ مارسيال، إسباسيال مارسيال، مارسيال يشوت والدفاع، والبارسا لأول مرة من سنوات منذ من آخر خسارة ممكن نقول الوحيد سيرجيو بوسكيتس المهدد بالإيقاف عن مباراة سيمي فاينل في حالة التأهل. عنده انذار، الرأسية والدفاع، والكرة ترجع من ليونيل، والكرة في الانطلاق خطيرة من ليونيل ميسي، باس ممتاز صعبة في التحضير، والكرة في الدفاع، والحكم الألماني وزف ضربة جزاء، ضربة جزاء من فيليكس يقول أنا متأكد. إذا أولي جونر يلغي قراره، ما فيش بينالتي. وفي ال 94 4-0 الكتالوني، خطيرة والتسديدة، هو الحارس يتصدى، تضرب الكرة فيه ترجع له، روح الإصرار من ليونيل، يمشي ميسي، با 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 با. يعني كانوا ما في بالوش، ايش عمل؟ كورة ولا أروع، ليونيل ميسي يسجل هدف جديد بعاداته في مرمى الإنجليز. شوف الكورة، هاي الكورة، شوف الإسراء، باف مشى يبحر في المونجويك، والكورة واحدة بلاش عن طريق الرائع ليونيل ميسي. كورة العشرة متاع مانشستر ضربت على البار العارضة، كورة العشرة متاع برشلونة دخلت الشباك بيمتاع، والنتيجة 1-0. يهرب مرة ثانية ويحط الهدف الثاني، ويحط الهدف الثاني، يا مجنني يا مجننهم، يا معذبني يا معذبهم، يا مهبني يا مهبنهم. البولجا 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 البولجا، دافيد دخية يغلط غلطة عمره، والمباراة تنتهي في 20 دقيقة. خلاص خلاص خلاص، انتهت انتهت الريمونتادا لمانشستر يونايتد، لا ريمونتادا ولا والو، خلاص كتب التاريخ رقمه، وكتب التاريخ اسمه، وكتبت الشامبيونز عنوانها. مانشستر وفي عام 2008 في سيمي فاينل الشامبيونز ليج بدوره تأهل مانشستر. كرة الثالث، كرة الثالث، ماذا يحدث في استاد هذا؟ يا ميسي يختم الكرة، يختم الصورة، ومرة أخرى على مرمى دافيد دخية. مانشستر يونايتد الرقم القياسي في تاريخ البريمير ليج، 20 بطولة، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق الهجوم. يلعب الكرة ماركوس راشفورد، كرة من ماركوس، تحط الكرة عن طريق لينغارد، لينغارد بول بول باي شوت الكرة ومدفون. بوني سينيا الفريق الذهبي للإنتر في الانتظار، كرة مانشستر يتقدم اليونايتد، كرة خطيرة وفرصة تذليل الفارق وعودة الأمال ولو نسبيا لنادي يونايتد. اللاعب السابق أيضا للبارسا، والهدف الثالث يضيع. اليوم الكاتالونيا يقول كفاية،
ترجع الكرة عن طريق ليونيل ميسي. ليونيل ميسي ممتاز. شوف الاكسلريشن لليونيل. الدفاع والكرة، واللي من 2013 ما خسرش في استادو. حسابات راهي تأثر. وممتاز ليونيل ميسي. مالا ليونيل، مالا ليونيل، بابا 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 ميسي. ومالا اسيست والهدف الثالث. كرة ممتازة، كرة رائعة جدا. بطلها ميسي، أولها ميسي، ختامها ميسي، عنوانها ميسي، أصلها ميسي، فرعها ميسي. كرة ممتازة جدا ليونيل، ليونيل وفي خطأ فماس فيليكس كرة العب. كرة هي الأروع في الشوط الأول. من أين لك هذا ميسي؟ شوف الكرة، شوف حطه في داره، هرب في الجونز، جونز فيل ثقيل يعاني، باف عاودوا مرة أخرى، يجاني مرة أخرى، هبلوا دوخوا، والكرة عرضية والثلاثية ضاعت، ضاعت من الظهير الجناح سيرجي روبرتو. والألماني ينهي وقاع الشوط، شوط بعنوان ميسي. الآن إلى الشوط الثاني من المباراتين مع تقدم برشلونة ذهبا قبل التصفيات وبعد الواحد صفر خاصة الفوز في أولد ترافورد. ترجع كرة خطيرة، كرة ملعوبة، وضعت الكرة على لينغارد الوحيد اللي في سجله ورصيده بطاقة صفراء. مش ممكن فيليبي كوتينيو يلعب الكرة لويس سواريز. نتوقع برشلونة باش يزيد الغلة والأهداف، والكرة تمشي عن طريق جوردي. يلعب ألبا، ألبا تحط الكرة عن طريق لويس سواريز، يلعب ليونيل ميسي، والكرة كادت تكون الهدف الثالث. ترجع الكرة مرة أخرى للبارسا من عبق التاريخ وإرثه. نرجع للحاضر كوتينيو، يهرب فيليبي كوتينيو، كوتينيو 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 ممتازة. وكريس مونينج يعاني في الكاستينج للتشكيلة أم لا. يرجع الكرة ليونيل ميسي، ليونيل ميسي مع جونس، جونس مسكين سيبه سيبه سيبه، عف عليه، يمشي بالكرة ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يحاول يعدي، وفيل جونس، فيل جونس. هو رأيك الضربة هذيك مش مضروبة؟ لا، ضربه ميسي، ضربوا ميسي بالكرة، يعني انجن في جونز. ميسي غير عادي اليوم، غير عادي، غير عادي ميسي، غير عادي ميسي، غير غير ميسي انت غير. والكرة تمشي مرة أخرى، وفي خطأ للأرجنتيني، في خطأ للأرجنتيني ليونيل ميسي. وسجل في البريمير ليج على فكرة 69 هدف. بينما كرة خطيرة ضيعها ماركوس راشفورد، كرة لتدين الفارق. ممكن الآن، ممكن تدين الفارق، عرضية، ماذا يفعل؟ والكرة ترجع كوتينيو، يلعب كوتينيو، كجولاثو يا دون، كجولاثو يا برينشيبي، فيليبي كوتينيو، كجولاثو، الهدف الثالث للبارسا، الهدف الثالث للبارسا، عالمي، عالمي البرازيلي، يسجل المرة الثانية في مرمى مانشستر يونايتد في عاشر لقاء لي ضد المانيو. والاثنين كانوا في اوروبا، واحد مع ليفربول في الاوروبا ليج، وهذا الثاني هو الاروع، هذا الثاني هو الاحلى. مونجويك كامب نو، كامب نو الرملة، طريق دائري، يضرب كرة للرابع، خطيرة، والرابع مرت سلامات، خرجت سلامات. يا مهبني يا مهبني يا ليونيل، ماذا تصنع؟ ايام عجب، ايام عجاب. ميسي يستعرض من جديد، اش تعمل واش عملت، اش تصنع واش صنعت؟ انت صنيعه ولا خليقه؟ جاوبني كلمني يا تانجو، جاوبني كلمني يا تانجو. البارسا قد يكون في يومي السعد في